ومن الفوائد أنه قال هنا فسيكفيكهم الله، ومن كفاه الله فلن يؤذيه أحد. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير قال يا غلام، كما جاء في السنن، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. من بين هذه الجمل قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ولك انظر قال فسيكفيكهم الله، أتى بالسين، لم يقل كما قال العلماء فسوف يكفيكهم الله. فرق بين السين وبين سوف، كلها تدل على الاستقبال ويدخل على الفعل المضارع، لكن يقولون السين تحقق الوقوع فيها في زمن أسرع، بينما سوف يتحقق بها الوقوع ولكن بعد زمن. فلما أتى بالسين يعني تحقق وقوع الكفاية من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متحققة تفضلا منه عز وجل، ولذلك قال فسيكفيكهم الله.